درجات حرارة عشرينية وممكن نحتاج أن نلبس جاكيتات. كيف راح تكون الأجواء في نهاية الأسبوع والتفاصيل بالمختصر. راح نبدأ إن شاء الله من يوم الأربعاء يوم الغد. متوقع أنه تتأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة. هذا الإشي راح يعمل على خفض درجات الحرارة. عم نحكي بمجمل على درجات حرارة أقل من معدلاتها تقريبا من 2 إلى 4 درجات. يعني بنهار الأجواء صيفية اعتيادية، درجات الحرارة أقل من 30 درجة في المرتفعات الجنوبية والشمالية والمرتفعات بشكل عام في المملكة، وفي ساعات الليل متوقع أنه إن شاء الله يكون في انخفاض واضح على درجات الحرارة، وممكن تميل الأجواء للبرودة في بعض الأحيان. يعني للناس اللي في عطلة نهاية الأسبوع بدها تعمل أي شيء في الصباح الباكر أو حتى في الوقات الليل المتأخر، لازم ننتبه أنه ممكن نحتاج لجاكيتات خفيفة تكون موجودة دائما معنا، وللناس اللي تطلع دواماتها يوم الأربعاء والخميس برضو في الصباح الباكر تكون عم تنتبه. بتمنى السلامة للجميع. إذا عندكم أسئلة ثانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.